إذن مشاهدينا السلام عليكم في هذا البث المباشر اللي كنقدم لكم مباشره من جوطي ديال المدينه المحمديه. سعاده القائده كتقوم بواحد الحمله تطهيريه بداخل جوطيه ديال المدينه المحمديه كما كتشوفوا الان بالصوره. إذن بقوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر. إذن بقوا معنا مشاهدينا. إذن مشاهدينا السلام عليكم في هذا البث المباشر اللي كنقدم لكم مباشره من جوطي ديال المدينه المحمديه. سعاده القائده كتقوم بواحد الحمله تطهيريه بداخل جوطيه ديال المدينه المحمديه كما كتشوفوا الان بالصوره. إذن بقوا معنا مشاهدينا في هذا البث المباشر. إذن بقوا معنا مشاهدينا. إذن كما كتشوفوا بالصورة السيدة القائدة كتعطي التعليمات ديالها لأعوان السلطة باش يوقفوا على هاد الاحتلالات اللي كاينة بجوطية من احتلال الملك العمومي. إذن كطالب باش يتحيد الزنك كامل كما كتشوفوا بالصورة. العشوائية ما تبقاش كما كيقولوا. إذن مجهودات جبارة كيقوموا بها. إذن كما كتشوفوا تطهير الجوطية السيدة القائدة كتعطي التعليمات ديالها لأعوان السلطة باش يوقفوا على هاد الاحتلالات اللي كاينة بجوطية من احتلال الملك العمومي. إذن كما كتشوفوا بالصورة. إذن كطالب باش يتحيد الزنك كامل كما كتشوفوا بالصورة. إذن كما كتشوفوا بالصورة السيدة القائدة كتعطي التعليمات ديالها. العشوائية ما غتبقاش كما كيقولوا. إذن مجهودات جبارة كيقوموا بها من أجل تطهير الجوطية. مساء الخير. الله يشتري. كما كتشوفوا بالصورة. إذن المشاهدين كما كتشوفوا بالصورة السيدة القائدة كتعطي التعليمات ديالها. كما كتشوفوا السيدة القائدة كتقوم بحملها لتحرير الملك العمومي وأيضا الشام عدو الموضوعين بعد العشوائية. مشاهدينا الكرام. إذا مشاهدينا قوموا معنا في البث المباشر لأن كنكون مباشرة من جوطية. كما كتشوفوا السيدة القائدة كتقوم الآن بحملها لتحرير الملك العمومي وأيضا الإشارة للمضاربين بعد العشوائية. مشاهدينا الكرام. إذا كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة تعليمات صارمة بالنسبة للقائدة لتحرير الملك العمومي. مشاهدينا الكرام. إذا كما كتسمعوا مشاهدينا البيشان هادو كيتم الإزالة ديالهم من طرف السلطات. كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة تعليمات صارمة بالنسبة للقائدة لتحرير الملك العمومي. مشاهدينا الكرام. إذا صراحة مجهودات كبيرة كتقوم بها السيدة القائدة وأيضا أعوان السلطة أيضا القوات المساعدة لتحرير الملك العمومي وأيضا الديباش هادو اللي موضعين كما كتسمعوا مشاهدينا البيشان هادو مشاهدينا في الإزالة ديالهم من طرف السلطات. هانتوما كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة الطريقة اللي موضعين بها البيشان هادي. إذا صراحة مجهودات كبيرة كتقوم بها السيدة القائدة وأيضا أعوان السلطة وأيضا القوات المساعدة لتحرير الملك العمومي وأيضا الديباش هادو اللي موضعين بالطريقة العشوائية كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة.
هانتوما كما كتشوفوا، اذا كما كتشوفوا مشاهدينا في الصوره موضوعين بهذا البيشان هذا سيسقى اذا كتقوم بحمله لتحرير الملك العمومي. كما كتشوفوا مشاهدينا في الصوره إذن كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة سيبقى إذا كتقوم حملة لتحرير الملك العمومي. كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة إزالة البيشان هادو كما كتشوفوا هاد بعد المحجوزات كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة. إذا كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة كبيرة كتقوم بها سعيد القاعدة بمرافقة البيشان وأيضا عناصر ديال الأمن الوطني هاد الجوطية هادي صراحة مجهودات كبيرة كما كتشوفوا إزالة هاد البيشان هادو صراحة ما عطاش واحد الجمالية كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة هاد بعد المحجوزات كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة صراحة مجهودات كبيرة كتقوم بها السيد القاعدة بمرافقة أعوان السلطة وأيضا عناصر ديال الأمن الوطني هاد الجوطية هادي صراحة مجهودات كبيرة كما كتشوفوا إزالة هاد البيشان هادو صراحة ما عطاش واحد الجمالية السوق البلدي كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة قام هنا في البث المباشر كما كتشوفوا القائدة كما كتشوفوا تحرير للملك العمومي الشرطية صراحة مجهودات كبيرة كيقوم بها أعوان السلطة أيضا قائدة وأيضا القوات المساعدة وأيضا الأمن الوطني اللي كيتواجد في المكان كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة بقاو معنا في هذا البث المباشر كما كتشوفوا قائدة كما كتشوفوا تحرير للملك العمومي الجوطية صراحة مجهودات كبيرة كتقوم بها السلطة أيضا قائدة وأيضا القوات المساعدة وأيضا الأمن الوطني اللي كيتواجد في أي مكان مشاهدينا الكرام كما تشوفوا مشاهدينا في الصورة مازال تعليمة ديال السيدة القائدة تعليمة صارمة بالنسبة لإزالة غدا بيشان الموضع عند طريقة عشوائية كما تشوفوا مشاهدينا في الصورة الحملة مازال مستمرة مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة مازال تعليم القائدة تعليم القائدة بالنسبة للزوج الغد بيشان الموضع عند طريقة عشوائية كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة إذا مشاهدينا قوم معنا في هذا البث المباشر. Yeah.
فهاد الحمله اللي كتقوم بها السيده القائده مرافقه ديال الاعوان السلطه وايضا القوات المساعده والامن الوطني كاين شويه شفاعي المكان القائده لك تاو جر هذاك ليه تحبيه امين العموم يعني كما كتشوفوا الطالب ديال السيده القائده مجهودات كبيره كتقوم بها الزواج إذن مشاهدينا القوم هنا في هذا البث المباشر فهاد الحملة اللي كتقوم بها السيدة القائدة مرافقة ديال الأعوان السلطة وأيضا القوات المساعدة والأمن الوطني اللي كيشوفوا الشفاعي المكان لتحضير الميت العمومي مشاهدينا الكرام إذن كما كتشوفوا الطالب ديال السيدة القائدة مجهودة كبيرة كتقوم بها الزواج هشام يعني كما كتشوفوا مشاهدينا في أسوان الناس اللي انضموا لنا في المشاهدة تحرير الملك العمومي الجضية ديال المدينة شان المحمدية مرافقة للأهوان السلطة وأيضا القائدة كتقوم مجهودات كبيرة لتحرير الملك العمومي كما كتشوفوا مشاهدينا في أسوان إذا كما كتشوفوا مشاهدينا في أسوان الناس المهمين في المشاهدة قالت لهم هذه تحرير الملك العمومي الجطية ديال المدينة شان المحمدية مرافقة للأهوان السلطة وأيضا القائدة كتقوم مجهودات كبيرة لتحرير الملك العمومي كما كتشوفوا مشاهدينا في أسوان الله يسلمك ديما عندهم يكفي حد لنا عاونوا يلا يلا كاسكيطه يلا هادشي شي عمل هادشي هذا كما كتشوفوا قالت لهم هادي اش هي الدراري خاصها تحيد هادشي كما كتشوفوا يلا ديما عنده ما يدير حد لنا يلا اليوم مشاهدينا بقاو معنا في هذا البث المباشر كما كتشوفوا مشاهدينا في الصوره يلا كاسكيطه يلا اذا كما كتشوفوا هادشي من هاد الجلد اللي جاده مشاهدينا غيحيدو غيتم ازاله ديال هاد الجلد اللي جاده ان هذه زنقه اليوم مشاهدينا بقاو معنا في هذا البث المباشر كما كتشوفوا مشاهدينا في الصوره هادشي من هاد الجلد اللي جاده مشاهدينا غيحيدو غيتم ازاله ديال هاد الجلد كما سمعتوا السيد القائد قالت لك هاد البلاصه هادي ان هادي زنقه القائدة كتقول لهم هاد البلاصه هادي مستغلينها مشاهدينا الكرام كان صراحة شن مجهود كبير كتقوم به القائدة لتحرير الملك العمومي مشاهدينا الكرام إذا تعليمات صارمة من طرف القائدة وأيضا أعوان السلطة وأيضا عناصر ديال الأمن الوطني اللي كيشوفوا في المكان كان صراحة شن مجهود كبير كتقوم به القائدة لتحرير الملك العمومي مشاهدينا الكرام إذا تعليمات صارمة من طرف القائدة وأيضا أعوان السلطة وأيضا عناصر ديال الأمن الوطني اللي كيشوفوا في المكان
هذا كما تشوفوا التعليمات القاعدة مو شيء اللي نقوم معنا في هذا البث أنه بسير الحمد لله للتحضير الميل العمومي من طرف القائدة وأيضا كما تشوف قوات متعدة وأيضا الأعوان القائدة وحضور العناصر ديال الأمن الوطني مشاهدينا الكرام. إذن مشاهدينا نبقاو معنا في هذا البث أمن البشر الحمد لله للتحرير الملك العمومي من طرف القائدة وأيضا القوات المساعدة وأيضا أعوان السلطة وحضور العناصر ديال الأمن الوطني مشاهدينا الكرام. كما تشوفوا التعليمات كما تشوفوا التعليمات من السيدة القائدة بالنسبة للبيشان اللي كاين شي واحد هابط واحد طالع خاصهم يكونوا صف واحد اللي كاين خاصكم ديروا شي حاجة موحدة يكون صف واحد. إذن كما كتشوفوا التعليمات من السيدة القائدة لهذا العشوائي اللي كاين بالنسبة للبيشان اللي كاين شي واحد هابط واحد طالع خاصهم يكونوا صف واحد قلت لهم خاصكم ديروا شي حاجة موحدة يكون صف واحد. زيد السريفة زيد اللي باغي يخرج زيد صراحة كانوا مجهودات كبيرة كتكون على السيدة القائدة لتحرير الملك العمومي كما كتشوفوا مشاهدينا في الأسرة. زيد السريفة زيد اللي باغي يخرج زيد صراحة كانوا مجهودات كبيرة كتكون على السيدة القائدة لتحرير الملك العمومي كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة. شكرين أمنك العمومي مشاهدينا الكرام. وفاش خرجنا يجنا
مشاهدينا بقاو معنا في هذا البث المباشر، كنقول لكم مباشرة من السوق البلدي لمدينة المحمدية، حملة لتحرير الأمن العمومي مطار القاعدة، كنشوفو مشاهدينا في الصورة، تعليمات صارمة من جهة سوق القاعدة، باش أنهم يحاولوا أنهم يقويو هذه المنطقة هذه، مع البومبية إلى آخر، شحال من البومبية مع التنين. إذن مشاهدينا بقاو معنا في هذا البث المباشر، كنقول لكم مباشرة من السوق البلدي لمدينة المحمدية، حملة لتحرير الملك العمومي من طرف القاعدة، كما كتشوفوا مشاهدينا في الصورة، تعليمات صارمة من شطر السير القاعدة، باش أنهم يحاولوا أنهم يقويوا هذه المنطقة هذه، البومبية إلى آخر، شحال شغل هذه البومبية مع الدمار يدخل. بعد قليل غادي تتم العمليه ديال الصباغه الاحترام ديال الصباغه باش نتحاول التراسي اللي فات الصباغه انه تتم الازاله ديالو هذا الشيء اللي دايرين المشاهدين صراحه تعليمات مكثفه بالنسبه للعناصر ديال الامن الوطني، ايضا كما قالوا قالك غتكون المراقبه من طرف المنتدى بونجور، كل اللي بغى يدخل لهذا المكان هذا غيتم القبض عليه من طرف العناصر ديال الامن الوطني من بعد ما سمعنا التصريحات. صراحه تعليمات مكثفه بالنسبه للعناصر ديال الامن الوطني، ايضا كيف ما قالوا قالك غتكون المراقبه من طرف المنتدى بونجور، كل اللي بغى يدخل لهذا المكان هذا غيتم القبض عليه من طرف العناصر ديال الامن الوطني من بعد ما سمعنا هكا التصريحات. التعليمات ديال السيد القائد كتقول غيجيبو الصباغه باش يحاولوا انهم يتراسيو هذا المكان هذا باش ما يحاولوش انه
فوتوا الزباله اللي دارتها السيده العباس. إذن مجهودات كبيره من طرف القائده وايضا السلطات وايضا اعوان السلطه عناصر ديال الامن الوطني اللي كيتواجدوا في كما كنسمعوا التعليمات ديال السيده القائده كتقول غيجيبوا الصبغه باش يحاولوا انهم يتراسيوا هذا المكان هذا باش ما يحاولوش انه يفوتوا الصبغه اللي دارتها السيده القائده. اذا مجهودات كبيره من طرف القائده وايضا السلطات وايضا الاعوان السلطات عناصر ديال الامن الوطني اللي كيتواجدوا في صافي إذا كما تشوفوا مشاهدينا في الصورة وقام معنا في البث المباشر إذن صراحة مجهودات كبيرة تقوم بها أعوان السلطة وأيضا القائدة. إذا نقوم معنا مشاهدين في البث المباشر حملة لتحرير المكة العمومي كما تشوفوا في الصور. إذا مشاهدين نبقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشرة من السوق البلدي ديال مدينة المحمدية حملة لتحرير الملك العمومي من طرف القائدة وأعوان السلطة وأيضا القوات المساعدة وأيضا الأمن الوطني. إذا نقوم معنا مشاهدين في البث المباشر اللي كيحاولوا أنهم يحاولوا هذه الطريقة الملك العمومي كما تشوفوا في الصور دوز بشكل عادي بسلاسة
من بعد ما كانت صراحه عامره بالعربات المجروره، الان سير القائده جدا موجود نلقاو معنا في هذا البث المباشر ديال هذا، كنقول لكم مباشره من هذا العشوائي الذي ديال مدينه المشاهدين الكرام. الحمد لله المشاهدين نلقاو معنا في هذا البث المباشر واعوان السلطه وايضا القوات المساعده وايضا الامن الوطني اللي كيحاولوا انهم يحاولوا هذه الطريق هذه انها تولي دوز بشكل عادي بسلاسه من بعد ما كانت صراحه عامره بالعربات المجروره، الان السيده القائده جات انها تتم الازاله ديال هذه العشوائيه. مشاهدينا تلقاو معنا مشاهدينا في هذا البث المباشر نبقاو معنا مشاهدينا في هذا البث المباشر. قلنا مشهودات كبيرة كيقوموا بها أعوان السلطة وأيضا القائدة. إذن مازالت الحملة مستمرة من طرف أعوان السلطة وأيضا عناصر الأمن الوطني لتحرير الملك العمومي. مشاهدينا الكرام، ومكرنا صراحة أن هذه الحملة هذه أن تعمم من واحد المدينة المحمدية صراحة هذا كبير من الباساج دي بيتون، تم الاحتلال ديالو ايضا من صحاب المقاهي ايضا اللي تاهم محتلين السلطة وايضا بعض فيهم هنا ما كنعمل عناصر ديال لكن بعض الناس المواطنين اللي تحضير الميت اللي دوزني بحال دابا هذا الباساج دي بيتون كتبقى مشاهدينا حاطين فيه ومكرهنا صراحة أن هاد الحملة اللي تعمم دوز من الشارع واحد المدينة دوز من الشارع الشارع صراحة دوز حتى هو الشاطئ دار الطوموبيل كبير من تولي في باساج دي بيتون تم صراحة الاحتلال ديالو أيضا من صحاب المقاهي اللي تحمل الملك العمومي اللي تاهم محتلين الملك العمومي بعد فيهم هنا ما كنعموش ولكن بعض الناس المواطنين ما بقاوش منين يدوزوا هذا دابا هاد الباساج بوطون حضرتك يا خويا بخير الله يكبر بيك شحال من هذا المواطنين غيدوز واش يدوز من الشارع واش يدوز من الشارع الشارع الدوز حتى هو الشاطئ ضرب الطوموبيل ضرب الموطور ايضا اش ولي في اعاقه صراحة المجهودات جات بان ابناء قائدة لتحرير الملك العمومي اللي جاب ايضا حاوية ديال الاسباب باش انهم تم الوضع ديالهم في هذا المكان هذا مرحبا بك يا خويا بخير الله يكبر بك شباب بخير لاباس عليك ديال عمر انيا الله يحفظك ايضا جات في هذا الاثناء اللي جاب ايضا حاويه ديال الاسباب باش انهم تم الوضع ديالهم في هذا المكان هذا Thank you.
بخير لاباس عليك ديال الاولانية الله يحفظك. صراحة شن التجار ايضا اللي مشات صراحة شن القرار ديال القائدة ايضا السلطة المحلية اللي صراحة شن سمعوا الهضرة وحاولوا انهم يرجعوا المحدد ديالهم من طرف السيدة القائدة لانهم كيشهدوا كانوا فيشن طريطوال صراحة شن مشاتوا تم الاعلام ديالهم قبل وتم الامتثال ديال بعض التجار باش انهم يحاولوا انهم يرجعوا الامكنة ديالهم المناسبة ويحاولوا انهم يباشروا العمل ديالهم. التجار ايضا اللي كانوا صراحة للقرار ديال القائدة ايضا السلطة المحلية اللي صراحة سمعوا الهضرة ويحاولوا انهم يرجعوا المكان المحدد ديالهم من طرف السيدة القائدة لانهم كيشهدوا كانوا فيشن طريطوال صراحة متادوا تم الاعلام ديالهم قبل وتم الامتثال ديال بعض التجار باش انهم يحاولوا انهم يرجعوا الامكنه ديالهم المناسبه ويحاولوا انهم يباشروا العمل ديالهم في المكان ديالهم. اذا مشاهدينا بقوا معنا في هذا البث المباشر، مازال الحمله مازال مستمره من طرف السيده القائده واعوان السلطه لتحرير الملك العمومي. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا بقوا معنا في هذا البث المباشر، مازال الحمله مازال مستمره من طرف السيده القائده واعوان السلطه لتحرير الملك العمومي. مشاهدينا الكريمات ديالها كتحاولوا انهم يتراسوا هذاك المكان باش حتى واحد ما يفوت هذيك البلاصه اللي حددت لها القائده. كتشوفوا مشاهدينا المحجوزات اللي تم الازاله ديالها. القائده كما قالت في التعليمات ديالها كتحاولوا انهم يتراسوا هذاك المكان باش حتى واحد ما يفوت هذيك المشاهدين في الصوره اللي حددت لها القائده. كتشوفوا مشاهدينا المحجوزات اللي تم الازاله ديالها. كما كتشوفوا مشاهدينا في الصوره القائدة مازال كتوجد في هذا المكان هذا اللي مازال رجعت البلاصة باش انها تحاول تراسي على البلاصة ديال الطريطوار. هاد الطريطوار كيما كتشوفو هذا هو الطريطوار. القائدة مازال كتوجد في هذا المكان هذا اللي مازال رجعت البلاصة باش انها تحاول تراسي على البلاصة ديال الطريطوار. هاد الطريطوار كيما كتشوفو هذا هو الطريطوار. اذا مشاهدينا غنشوفوا بعد القدر هذا من هذا البث المباشر وغنرجعوا بث مباشر اخر بعد قليل مشاهدينا الكرام. اذا غنحاول اننا نحبسوا هذا البث المباشر وبعد قليل غنرجعوا بث مباشر اخر من نفس المكان
في الانتظار انهم يحاولوا انهم يتراسوا هذا المكان هذا باش يتم باش ما يفوتوش الامكنه اللي طرست لهم صداع القائده. اذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر على امل ان نرجعكم بث مباشر اخر. الى اللقاء مشاهدينا الكرام. اذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر.